طيب شيخ أيضا يسأل يقول هل تكفي الفاتحة في صلاة النفل؟ الأصل فيها أنها تكفي، نعم، لأن هذا من الفروق، هذا من الفروق ما بين النفل والفرض. نعم. ولذلك حتى لو في الصلاة الفرض لو واحد نسي السورة متى من العشاء، نعم، فعند علمائنا عليه سجود قبلي، فإن نسي فهو بعدي، فإن نسي وطال الوقت بطلت صلاته، لأن السورة مكونة من 3 سنن. هذا يخالف النافلة، النافلة له يندب له قراءة سورة بعد الفاتحة، فإذا لم يقرأ واكتب الفاتحة فقط فلا سجود عليه ولا يطلب منه شيء. بل ورد في أن الفجر، صلاة الفجر اللي قبل الصبح، يندب أن تكون بالفاتحة فقط.